السلام عليكم يا شباب، معكم قناة جي تي اي جيمز نت و اسئلتي للجي تي اي جيمز فقط مخصصة. كما قلت لكم يا اصدقاء، لقد غيرت قناتي اسمي الى قناتي الى جي تي اي جيمز نتورك لكي تصبح فقط مخصصه في جي تي اي. كما قلت لكم يا اصدقاء بحلقه جديده. هذه الحلقه سوف نوريكم كيف تقوم بمهمه ماركت مان بسرعه الورق. كما تعلمون عند لاعبي جي تي اي ان مهمه ماركت مان صعبه جدا. ما محتوى هذه المهمة؟ المهمة مهمة كالتالي: أن تأخذ صاحبنا إلى المطار. اكتشفت السلطات الفيدرالية CAA أنه لا يقوم بعمله بشكل جيد. الآن جئت لكم بطريقة لكي تقوموا بهذه المهمة بطريقة جيدة. عندما تقوموا بمهمة تذهبون في القطار اللي تأخذوا إلى المطار، يقوم بالتسديد عليكم CAA لأنه رأوه. الآن جئت إليكم لكي عندما أصل إلى مكان مهم فأكيد سأعود لكم. عدت لكم يا شباب. أدور فلو دي جود دي أوفر ماي هيد أي مستيكين درون هير. فهمتكم يا صديقي. CAA اكتشف أمره يا أصدقاء. نعم سأخذ مكان البطل. أسف أريكم أن في جيسر هناك عصابات. هيا أركب يا أيها العجوز، أركب. هذه الطريق الصحيحة أعتقد ذلك، تلك الطريق الصحيحة. هيا يا عجوز كبيرة في السن، تخرج. ماذا قف. أنا يسير لي وحدي. توقيت. هيا إذا تذهبون من هنا وتدورون انظروا جيدا، هناك عصابات تدعيكم هناك. ثم قلت CAA بطبيعة الحال. إذا قمت يمكن أن تتخطوهم، وإذا تخطوهم ستكون سيارتكم مشعولة في النيرة. انظر لاحظوا معي جيدا. الله انظر شعلوا في النيرة. إذا حلفكم الحظ ومرتم إن النيرة سوف تشعل فيكم. هيا سوف نعود. تبعوا معي جيدا الطريقة لكي تقوموا بها جيدا. ماركت مان افلقوا سمعتوك. هيا صديقي سنريكم الطريقة. هيا هذه الطريقة الصحيحة. يس يا اصدقاء اركب معي يا عجوز، اركب. تذهبون من هنا، تضغطون الكابح، تدورون من هنا إلى هذا الشكل. ما هذا اللاج؟ تابعوا انظروا في هذا الشكل. تعرفون الطرق ستاندرد اصلا على هذا الشكل ودوروا. سأصمت لكي أركز في السياقة. يا كلب انظروا، اذهبوا امام جزئيه يا اصدقاء في الحفظ كما انتم تحفظون الدرس. هيا امامكم سوف تجدون المستشفى وامامهم ستجدون الصابوي الانفاق تحت الارض. تدورون تنزلون فيها. احذروا ان تشعل فيكم النيران. هيا دور يا صديقي.
هذا؟ ما هذا؟ وتخرجون في هذا الطريق وتضرون على اليسار ويذهبوا هكذا، سوف تخرجون في شورسيت فيل، هي المدينة الثالثة في المطار، في المطار بالضبط في الويب بوينت. انظروا تابعوا معي جيدا، احذروا ان لا يخرج فيكم القطار، الا تشعل فيكم النيران. قطار مكابح، يس لم يصبني. يذهبوا هكذا على هذا الشكل. نحن وصلنا الى الشورسيت فيل، بقيت لنا دقيقة دقيقة دقيقة. سوف ننجح سوف ننجح. هيا 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 فاكي شيت. هيا يا كلاود، الآن لا يهم أن سيارتكم اشتعلت في النيران لأنكم وصلتم أصلا. هيا اركبوا من هنا، هيا اهبطوا من هنا و اصعدوا من هنا. هناك شرطي لا يهم لأبه الكلب. الآن اخرج 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 اخرج. ميت، لا يخرج، لا يريد ان يخرج هذا الكلب. في نفس المكان اكيد ساعود لكم. أنتم يا شباب لحظة الحقيقة، 7 5 4 3 4. فعلتها يا أصدقاء، اسمحوا لي، أنا سيارتي كانت تشتعل في نفق المترو تحت الأنفاق. يا أصدقاء، أن هذه الطريقة سوف تجاه معكم طريق تشوف اتجاه معكم اذا كنتم محترفين في السياقه. وات، وعد لكم يا شباب لقد وصلت، بقت لي دقيقة وتسعة وثمانية سبعة توالي. اسف ان قتله احد في الكاستين، هذه اسهل طريقة اصدقاء بدون ان تقضي عليكم السي اي اي تشيك بوينت. انهي هذا الفيديو، واخيرا وصلت، واخيرا. الان سوف اصدقائي يعطيكم مفتاح، مفتاح لاحد الدرجات الرهيبة جدا، يحتوي على اشياء رهيبة. عند اصيلة الدرج اكيد سأعود لكم. صارت أصدقاء نصل إلى المكان، انظروا مدى أعطانا هذا الشخص. قف قف قف، أريد أن أنسأل هذا الفيديو لعين. انظروا مدى أعطانا سلاح قاذف النيران، سنايبر، الام فور، روكت لانشير، عفوا. ما الذي يحدث؟ وإضافة للسيارة مدرعة بإضافة 20 ألف دولار. بس أنتم أصدقائي، عجبتكم الفكرة؟ استمتعوا اللطيفة، لا تضيعوا ودائعوا في الملتقى، ألقاكم هناك.